أهلا أهلا، بوصفة جديدة من وصفاتي معكم، صينية خضار بكفتة الدجاج. يلا مع بعض نبدأ. قطعت الخضار مثل ما انتم شايفين، راح ارصه بصينية تدخل الفرن وارجع اكمل الخطوات. الدجاج المفروم او تبوا اللحم مفروم براحتكم، راح يتبل بالكزبرة المفروم. مجموعة البهارات راح اكتبها لكم بشورة، وعندي ثوم المهروس، واعجنها كلها مع بعض. حركت مكونات الكفتة كلها مع بعض وكورتها، كوروها بالحجم المناسب، نسبة وتناسب. راح اضيفها على الخضار، خضار بهالشكل، صفيتها بهالشكل، القطع الكبيرة على الجوانب والصغيرة بالوسط. نجي الحين للصوص اللي بنحط على صينية الخضار والكفتة. مثل ما انتم شايفينها خلصت، عندي هنا فليفلة مشوية ومعجون الطماطم، وعليها دبس الرمان، وشوي بهارات تركية، وشوية موية ساخنة، وأحرك الخليط كله مع بعض. حركت الخليط كله مع بعض، وراح اصبه، قرب تشوفونها، اصبه على الخضار والكفته، وش راح اغطي فيه الكفته عشان ما تنشف. عندي هنا الجزر والبطاطس اللي بشرتهم قدامكم، حاسه بهالشكل يعطي نكهه وطعم، وبنفس الوقت يرطب لي الكفتة، يعني يحميها ما يخليها تنشف لأنها بتنزل السوائل اللي فيها.